كل الفعاليات وكل النداءات وكل ما يتم الآن هو لتصحيح مسار العلاقة ما بين روسيا وبين مصر حتى تأخذ مسارها الطبيعي. العلاقات الروسية المصرية يعني علاقات قديمة ومعروفة من أيام، يعني أعتقد الشعب المصري ما يعرفش إن العلاقات بدأ من 1840 تقريبا، كتير جدا. بس هي أول تمثيل دبلوماسي كان لمصر من 70 سنة بيننا وبين روسيا. أنا واحد كنت عايش في روسيا، قعدت تقريبا 8 سنين في روسيا. كنا بنتعامل، المصريين بيتعاملوا كويس جدا جدا هناك، هم الناس بيحبوا المصريين. فلما جينا هنا يعني أنا عايش في الغردقة، فشفت العدد الروسي كبير قوي اللي في الغردقة، وتقريبا في جيل طالع روسي مصري بعدد كبير في الغردقة. قررنا نعمل حاجة تضم الثقافة الروسية والثقافة المصرية في حاجة واحدة. هو الاحتفالية بتاعت النهاردة هي تحت رعاية رئاسة الجمهورية والسيد وزير الثقافة، وحاضر الاحتفالية النهاردة بمناسبة مرور 70 سنة على العلاقات المصرية الروسية حاضرها السفير الروسي ومحافظة البحر الأحمر، بما أنه طبعا محافظة البحر الأحمر فيها أكبر عدد من الجالية الروسية مقيمين في مصر، عددهم وصل لحوالي 30,000 واحد. جايبين معانا من البحر الأحمر حوالي 50 روسي وروسية مقيمين في مصر من زمان، وبيحملوا الجنسيتين، جنسية مصرية وجنسية روسية، كدليل على نوع من العلاقات اللي لا يمكن ان هو يتفصل خلاص. يعني الموضوع بقى خلاص، هم مجنسين بالجنسيتين، ولادهم معاهم الجنسيتين ومقيمين في مصر بقالهم فتره كبيره جدا. الاحتفاليه طبعا بتتم النهارده في دار الاوبرا، في رقصات باليه وفي احتفالات، في بعض الفقرات من دار الاوبرا مقدماها كمساهمه للاحتفاليه بتاعتنا. انا سعيد جدا بهذا التلاقي بيننا وبين روسيا مره ثانيه بعد علاقات متوتره. أنا شخصيا كنت ضد هذا التوتر تماما، وأنا جاي النهارده تقديرا واحتراما للموقف الروسي تجاه ما يحدث للوطن المصري، يعني وبقول يعني إلى الأمام في العلاقات. وأنا زي ما أنا بقف تقديرا واحتراما أيضا لموقف المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن وكل الدول العربية اللي وقفت مع مصر في هذه الظروف، يعني وأيضا الموقف الروسي، وده مش غريب على روسيا، وروسيا كانت مع مصر في ظروف حالكة في الزمن القريب، يعني من حرب الاستنزاف حتى الآن. يعني إنما بقول أهلا وسهلا بالعلاقات الروسية المصرية، لأن احنا محتاجين إن كل العالم الحر يتكاتف ويتكتل يعني.